إنه عم نفلح وعم بقص السجرات. اجت السيارة طلعت، يعني لا بعقوا فينا ولا كعرونا لا انزرونا، طلع عس ظهر السيارة صار يقوس، ضل يضرب ضل يضرب لكوامة بالأرض. كل شهرين ثلاثة بيصير هيك حالي، أولاد عمي أمس اثنين كارسحون كمان عطبون. نحن منحب نوصي لهالشيء لأولاد الخير اللي بيعرفوا الخير، إذا هالشيء راح يستمر راح نقاومهم ونقاتلهم مثل ما عم نقاوم بشار وغيره. يعني ما صفى، نحن ما صفينا جيران ولا مثلا بلد عحسيب شقيق وبلد أخوي ومسلم، نحن عم بيحاربونا بالفرد بس. لكن نحن إذا رح يضل هالشيء مستمر رح نحاربهم مثل ما عم بيحاربونا.